مرحبا بكم مرة أخرى، نرجع معكم في من تونس. نحب نرحب بحذايا بالدكتور يوسف الصديق. مساء الخير، مرحبا، عسلامة، أهلا وسهلا في من تونس. تلحق بينا بعد قليل ليلى الشتاوي وإحنا نحكي، وخلينا نشوفوا نرجع شوية على أهم مخرج على اللجنة وأهم أيضا التعليق لجنة الحرية كونها رئيس الجمهورية. مساواة حقوق المرأة اللي بدأوا عام 1956 مع مجلة الأحوال الشخصية ملف مازال مطروح للتطوير. اليوم لجنة الحريات الفردية والمساواة اللي شكلها رئيس الجمهورية تطرح عدة مقترحات تقول اللي هي تحمي كرامة الإنسان وتحافظ على الحريات الشخصية. في المساواة فماش كان الإرث، فما مسائل رمزية وهامة جدا كما المهر، فما مسألة الحضانة، فما مسألة الولاية على الأطفال، فما مسألة الجنسية، فما مسألة اللقب العائلي. لكن حرية اختيار اللقب العائلي شكلت نقطة صادمة للمجتمع التونسي. مسألة اللقب العائلي بالتحديد مسألة خاطئة تماما، هناك خلط كبير، هناك ربما بعض من سوء النية، لأن مسألة اللقب العائلي ما فماش عاقل في الدنيا ينجم يفكر أنه القانون يسمح الإنسان باش يلغي لقب الأب متاعه ويحط مكانه لقب الأم. فما خيارات ممكنة، فما خيارات للوالدين، فما خيارات للطفل وقت اللي يوصل للعمر الماجوريتي. بشير بن حسن بالرغم محاولة تفسير بعض أعضاء اللجنة لأنه يعتبر اللي حرية منح اللقب شذوذ. شاذون في فكركم وفي اختياراتكم وفي توجهاتكم، ولن نسكت ولن نصمت، والشعب لكم بالمرصاد بإذن الله عز وجل. عجيب هذا الأمر وهذا الاقتراح وهذا المشروع الذي يهدف إلى إهلاك الحرث والنسل، ويهدف إلى تقويض أساس الأسرة. طيب إذا اختار الابن أن ينتسب إلى أمه وأصرت أخته أن تنتسب إلى أبيها، هاو الآن بهذا الانتساب الآن شتتنا ومزقنا أوصال الأسرة. الابن ابن أمه والبنت بنت أبيها، وهما أخوان شقيقان من أبوين جميعا. في إطار المساواة في الإرث ومن نفس الحزب، حزب حركة النهضة، عبد الفتاح مورو يوصفها بالمبادئ الحكيمة والمنصفة للمرأة التونسية، وعكس عبد اللطيف المكي اللي يعتبرها مبادرة خطيرة وتتعدى على النصوص القرآنية. محسن مرزوق من جهته رئيس حزب مشروع تونس رحب بالمبادرة هذه. المفارقة قعدت ما بين المعايير والقوانين الدولية لحقوق الأفراد والحريات الفردية ما بين مجتمع محافظ ويرفض أي تغيير يتناقض مع قناعاته الدينية وعاداته وتقاليده. إذن هذا مخرج حتى التوى، وقالت سلوى الحمروني اللي هي عضو اللجنة اللي شكلها رئيس الجمهورية اللي حاولوا يوضحوا، وهي يقولوا مجرد مقترحات قدمت وستقدم نهار لرئيس 20 فيفري لي أو 23 فيفري لرئيس الجمهورية، وهو باش يحسم أن هي اللي يحب تكون مقترحات وتدخل في تنقيح بعض المجلات والقوانين، واللي هي وأن هي اللي مش باش يتبناها. باش نبدا باش نستقبل ساعه مره اخرى ضيفي سيوسف الصديق، وباش نسالك اليوم نحن في مجتمع محافظ. قدمتنا ليه هو يعلم سي حسن الغذباني موجود مقابلك سيوسف الصديق. سي حسن الغذباني لك يوسف لاباس عليك خويا، عايش والله بخير، مرحبا بك، بارك الله فيك سي حسن على الملاحظه. وموجود امامك ايضا سي علي العشي استاذ محاضر في جامعه زيتونه، وعلى يسارك الأستاذ الفلسفة سي حمادي بن جبلة، مشجع على يمينك ليلى الشتاوي بعد شوية سي يوسف الصديق، مرحبا بك. دونك اليوم مجتمع محافظ، مجتمع مسلم في أغلبيته، يقولك نحن 99% هكا الأرقام اللي تقدم هكاكا جوزيفا، 99% من التوانسة مسلمين، أنه اليوم تطرح عليهم أشياء مثل هذه المساواة في الميراث، يقول لك هذه ضد أمر ربي، ضد كلام ربي، كيف أنه اليوم الحرية الدينية ولا حرية الضمير ولا هذه كله ضد كلام ربي، ويوصف هؤلاء بالكفار، معناها من جزء على الأقل من التوانسة. هل يمكن هذا يطرح للمجتمع وينجم المجتمع يتفاعل مع المجتمع التونسي؟ شوف أنا رأيي مسألة الكلمة المهمة اللي قلتها توا، في الكلمة اللي قلتها توا هي كلام ربي. كلام ربي هذايا حروف وألفاظ لما أنزلها، لو أنا مؤمن واعتقدت أنه أنزلها، لو أنزلها أصبحت متاعي كما أنزل الشجرة والمشماشة وكل شيء، ولا متاعي نتصرف فيه كما نحب. خاطر ربي ما يتكلمش بالألفاظ، ما يقولش كاف وها وخا ونون، حاشاه، نزه
ولذلك الكلام هذايا ينتمي لي. إذا كان ينتمي لي ومتاعي كما الفلاح بالنسبة للزيتونة اللي عنده أعطاها له ربي، طبعا يعتقد أنه أعطاها له ربي ما خلقهاش هو، وإنما يتصرف فيها كما يحب. لذلك هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية اللي هي مهمة جدا، أنه يقال بينما في النصوص ما هيش موجودة بكل، أنه القرآن كله صالح لكل زمان ومكان. هذا غلط. لا يمكن أن يربطك المولى عز وجل بعد 30 مليون سنة، لو بقيت الأرض 30 مليون سنة أخرى وممكن تبقى 30، يربطك بقوانين القرن السابع. نعطيكم مثال، واللاتي يأتينا الفحشاء من نسائكم، نسائكم يعني بنتك واختك ومش مرتك بركة خاطر رو أزواجكم، أي واحد أشهدوا على استشهدوا عليهم أربعة منكم، وبعد امسكوهن في بيوتهن حتى يتوفاهن الموت. هذا نحب يصرحني واحد اللي يعتقد أن في الكلام المحافظ كما تقول أنت، هذا ممكن ولا لا؟ ممكن ولا لا؟ إذا كان إنسان صنع الدستور كما فلان وفلان من بعض الأحزاب صنعوا الدستور وقالوا احنا مفتخرين به، إذا كان قالوا احنا مفتخرين به هذا متعارض تماما، حطهم في الزاوية هذه قل لي. أما توا ينجم يشد إنسان أخته وأمه وكل حتى تموت، حتى ولو عملت الفاحشة ما يهمناش، توا عملت الفاحشة يمشي يشكي بها يشوف لها عد المنفذ يعمل كذا كذا إلى آخره، وبعدين القانون يتخذ ضدها ما يجب أن يتخذ. أما باش يقول يحطها في البيت حتى تموت، معناها كي يبدأ عنا نص قانوني ياخذ معاش القرآن معاش عنده مكان اختار في اختار في تسيير حياتنا. الحسين يا سي حسن البشير بالحسن يا سي صاحبي عتيق اللي صنع القانون زاد هو الدستور هو زاد اختار. أما تقول لي هكا ولا تقول لي هكا، أكل الوقت هذاك أكل الوقت هذاك نجيو للفضاء العام، وإذا كان جاوبك أنه يختار الدستور أنه ثم قوانين ثم كذا لازم تطبقهم وتخلي الآية على جهة، شو معناها على جهة؟ يعني تبقى مقدسة في التلاوة ولم تعد صاحبة حكم، ولم تعد صاحبة حكم، تبقى في التلاوة خاطر القرآن ما نجيوش نقص منه حد شيء. إذا كان أشياء بقيت في التلاوة عادية طيب. أي إنسان يقول لك بقيت في التلاوة آيات الرق، يقول لك الصدقات تصلح للرقاب، ما عادش عندي رقابة وربي يحب أنه ما عادش عندنا عبيد. ما نظنش كان ربي يتغشش اللي هبطلنا الكلام هذا، يتغشش كيف احنا حررنا عبيد وما عادش نحكيو عليهم، وما عادش كيف نفطر في رمضان باش نعمل كفارة نفك رقبة، ربي فرحان، نتصور أنا فرحان. لذلك هالآيات هذية تبقى في التلاوة لأنها مقدسة ولأن النص كامل من الفاتحة إلى الناس كامل، أما فيه آيات لم تعد تصلح لهذا الزمن. حتى متاع المساواة في الميراث مثلا؟ طبعا حتى في الميراث وحتى في معاقبة الزنا وحتى في ما عادش تصلح حكما أن يبنى عليها حكم. ولذلك نكونوا صحيحين مع بعضنا، نكونوا مصرحين مع بعضنا، يا فلان انت تقول لي راه الدستور باهي وانا فرحان به من حزب النهضه مثلا، ومن بعد تجي تقول لي هذا كلام ربي ولذا لازم نطبقه. كيفاش تطبقه يا خويا؟ احسم في قضيتك. باهي سي يوسف الصديق نرجع لك في النقاش. سي حسان الغضباني تحب تعلق على كلامك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مجمل كلام سي يوسف هو استبعاد الإسلام. استبعاد الإسلام، استبعاد كلماتي مدققة، وأنا معروف أني أتخير كلماتي. أولا بالنسبة لي أنه الكتاب عندما ينزل يصبح كغيره من الكتب هذه تنافع، لا يولي مو كلمات، تولي كلمات طبعا. هي تولي كلمات. هذا هو عدم التمييز بين الكلام العادي وكلام رب العالمين. علاش احنا في سورة الرعد رب يقول ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا. هذا ما قالش القرآن هذا قبل تنزيله او قبل انزاله، قال القرآن اللي جاكم، القرآن الذي تلقاه محمد عليه الصلاة والسلام ونقله إليكم، يبقى بهذه القدسية العظيمة.
انه احنا راهو لهنا في الثنائيه سي حسن الغزباني بين ان فما اي لا جوست نفسر للناس انه سامحني يعني جايك احنا في جايك احنا اليوم في ثنائي غادي نحكيه هل انه اليوم فما قوانين وضعيه نحطوها لتسيير مجتمعنا نظرا لتطوره دون الاخذ بالنص القراني حرفا والا راهو لازمنا ديما نرجعوا للقران اسكو تغيرت المجتمع بتناسق مع القران والا لا خلينا نكمل فكرة اي دونك هذا الاطار انا فكرتي متاصله مؤصله وانا طيب. دائما من انصار التاصيل اصل سيج التشقشيقه ذاك راني ما 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 أصل ما ساعدنيش ثم ايه اخرى في سوره الحشر في اخر سوره الحشر ايه شهيره جدا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربه للناس لعلهم يتفكرون معناها القرآن هذا كيفاش عندما ينزل يعني القرآن مثلا الذي كتب على خرقة جلد إذا يقرأه عمر بن الخطاب عاته القرآن الذي جاء به جبريل في مضمونه في محتواه وفي تأثيره وفي كشوفه في فتوحه يعني انا هذا القران اللي جبته معايا الحمد لله ديما اكو الساعه الاستقامه هذا كمصحف اي اسمعني اي لا لا يوسف هذا كله لعب على الكلمات لا هذا هل انه هذا ثم فرق بينه وبين الكتب والاخرى ولا لا هذا كمصحف ثم يا يوسف تكلم بصراحه هذا ثم فرق بينه وبين الكتب الاخرى ولا لا طبعا كيف الفرق كيف الفرق بين كل الكتب لا لا, لا 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 الكتب الأخرى كل فقاعة طالعة من الأرض هذا هابط من السماء وبالحق أنزلناه وبالحق نزل قل لي صراحة ثم فرق فيها هدى ونور يا ودي قلت إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يا ودي التوراة التوراة اللي قال عليها ربي مش التوراة اللي موجودة تو هاي به لأن ربي قال هذا مش أنا ثم نحبش نستعرض كل سورة المائدة خاطر الموضوع هذا نجم نبقوا فيه أيام وليالي كمل خلينا نكمل إذا القرآن لأنه هذا علاش قلت لك هذه مش استبعاد للإسلام هذا ضرب للإسلام معناه من في القواعد مش إيش معناها القرآن يولي عندما ينزل عندما توا وقت اللي تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم ربي قال للرسول اسمعوا بتأني لا تحرك به وقت اليد الجبريل لا تحرك به لا اسمعني خليني بي يوسف أنا أحسن النقل أرى ولا ألقن وقت اللي يجي الجبريل يبدأ الرسول مسكين مشغوف يحب يحفظ بسرعة قالوا ربي لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه بيه طيب قوس صغير سنة أرجع لك عاد لو أرجع لك ما تحتكرش كلمة خلينا نكمل الفكرة هذه بسرعة اختم خاطر عندي فكرة أخرى بعد نسقولها اختمها تنرجعولها اختم الفكرة إذا هذا مما يأكد نحب يجاوبك على القسم هذا مهم جدا أنه القرآن يبقى هو القرآن بعد جبريل وبعد الرسول عليه الصلاة والسلام في دقيقة قوس تسمح وخلنا نخرج من الموضوع هذا خاطر هذه خرجنا شوية على الموضوع عينتني إلى تهديد ليه أنا إنسان كسرت القرآن ليه قلت استبعاد لا عيب عليك قلت استبعاد من حق في حاجة برك من أجل يوسف خليني أكلمك الساعة على حاجة سمحني خليني أنا ما عنديش مزايدات معك من حقك أنك تكفر بالإسلام وأنا ندافع عليك خلينا نقدم من حقك أنك تحاربه وأنا ندافع عليك خلينا نقدم بربي أما يلزم يكون ثم وضوح لا أعتقد يلزم يكون ثم وضوح من خطوش الشعب التونسي لغة غير واضحة يا أحسن يا عايشك تفضل القرآن يوسف أعرض عن هذا في السياقات الكل ليس هو كيف يقول لك إن هو إلا ذكر وقرآن مجيد حاجتين كيف يقول لك الرحمن علم القرآن وبعد خلق الإنسان القرآن هنا والقرآن متاع سورة الحشر الآخر سورة الحشر أنا في رأيي القرآن هو الكون هو الكون هو كل شيء ولذا جانا منه احنا قبس اسمه النص يا يوسف هذا لعب على الكلمات هذا عدم خوف الموضوع هذا الحب حول الحماء دون نفادي للجوهر القرآن يبقى قرآن ولا لا يقولها بوضوح يبقى هو القرآن المقدس ولا لا يبقى هو القرآن اللي الجبال تتحرك به ولا لا إذا كان مش هذا القرآن لا أنت قلت ولي الحروف ولي مصحف تقول أزهار هذا المصحف هاو في يدي أنا من خاف هذا مصحف كتبتها أنا من خاف ومكتوبة مكتوبة ومترجمة ومترجمة إلى عربية أما خسارة للغرب ما قريتنيش أما مكتوبة هاو باش نقولها أنا أعتقد أنه ما جاءنا من القرآن في المصحف هو حدث تاريخي استعمل الصحابة كلهم أنت تحترمهم
لهم على عثمان أنه فعل المصحف. بيه هذا كلام آخر. هذا بيه ما تخرجونيش. لا لا مش تقعدوا في المصحف. سيحسن سيحسن تونجيك تونجيك سيحسن سيحسن نسيوس من القرآن في المصحف. بيه 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 أي خلينا ناخذ الأستاذ الزيتوني في النقاش هذه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل هذه الرؤية اللي قدم فيها الأستاذ يوسف احترامنا ليه في النهاية لا تصب إلا معناها مهما كانت الكلمات التي استخدمها لا تصب إلا في أمر واحد اللي هو وهو اعتبار أن هذا القرآن الذي بين أيدينا المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس هو مجرد وثيقة تاريخية للتلاوة قابلة للتجاوز في أي أمر مهما كان النص الذي فيه، سواء كان نصا محكما، لأن القرآن كما قال ربي في سورة آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هو يرى أن هذا النص قابل للتجاوز، وثيقة تاريخية وليس نصا مقدسا. وهذا يا قضية خطيرة. أنا أرى، وهذا رؤية المسلمين في اعتقادي عامة، أن هذا النص نص مقدس ولا ينبغي تجاوز هذا النص أبدا. وإنما كما قلت لك أنا في بداية تحديثي، المشكلة اليوم أو الظن ولا الوهم بين تيارين: تيار محافظ منكب على هذه النصوص لا يخرج منها، أو تيار حرفي، وبين تيار تجديدي يظن أن هذا التجديد في مثل ما كان يقول الأستاذ يوسف. والحقيقة الإشكال هنا مش في هذا المعنى، مش في الجدل اللي هو بين تيار تجديدي وتيار محافظ، لا. الجدل اليوم حقيقة حول بيداغوجيا التجديد. وما سمعته الآن من الأستاذ يوسف لا ينمو على أنه بيداغوجيا تجديد، ولا على أنه مستوعب، مع احترامي له، والماهية للرؤية نتاع التجديد والتنوير. اليوم احنا نتكلم على تجديد لا يقوم على الارتجال، بل تجديد يقوم على أولي العلم، على الراسخين في العلم، على الناس اللي عندهم القدرة على الفهم والتجديد. سمعني نص كلمة. يعني بمعنى أن الذي ينبغي أن يجدد ينبغي أن يعمل نظره في النص من خلال علاقة حوارية بين النص والعقل والواقع، وبين النص والعقل والواقع. باقي حاجة، وينبغي أن يكون مدركا للمحكم والمتشابه في هذا في هذه النصوص. أن يدرك ماذا أيضا؟ أن يدرك المطلق والمقيد من النصوص، أن يدرك العام والخاص من النصوص. خنخرج آخر كلمة. أن يدرك العام الذي أريد به الخصوص، وهذا والخاص ما الذي أريد به العموم، وهذا لا يدركه إلا الحذاء وإلا أهل العلم. وليس كل من هب ودب يمكن أن يتصدى للتجديد. سي حمادي، سي حمادي رحب ليلى الشتاوي. ساعة سلامة ليلى الشتاوي، شنو حوالك؟ بارك الله فيك، خاطرنا بحذانا. مرحبا سيد النائبة، مرحبا بك. سي حمادي، دخلنا في جدل، جدل مهم في التقديم، لأنه باش ناخذوا به النص كيفاش تتعاملوا معه، النص القرآني كيفاش تتعاملوا معه. دوك عندنا زوز وجهات نظر في التعامل مع النص القرآني، وقت اللي نحن اليوم نحكيو في أشياء خارج النص القرآني. أيوه هذا هو. يعني تقريبا من مصاعب التفكير في ديارنا في العالم العربي والإسلامي بوجه عام، أننا نحول الإشكاليات السياسية المدنية إلى قضايا دينية، وهذا يصعب التعامل معه. فما راهو مش فصل عند بعض كما سيحسن ولا كذا بين الأمور الدنيوية والدينية. حتى أنا ما عنديش فصل، أما معنا نفهم بعضنا. معنا تقول أنت مثلا معنا صحيح، هو محمد إقبال كما قال زميلنا يعني يقول الإنسان كذا، أما هو في الحقيقة اللي قالوا راهو حديث نبوي، معناها سي الغضباني مش محمد إقبال، حديث نبوي وحديث قدسي لم ينكره إلا الفاضل طاهر بن عاشور الله يرحمه. أما اللي نعرف أنا وهو أن الإنسان حر بإطلاق، راه إذا اقتلي فسروا آية ولقد كرمنا بني آدم إلى آخره المعروف، ويطرح إشكال التكريم الإلهي ما هو،
الزمخشري يجيب ويأتي بهذا الحديث القدسي أنه أن الملائكة جاءت يوما ما إلى الإله وناشدته: يا ربنا جعلت لبني آدم الدنيا يأكلون ويشربون ويلقي، فهل جعلت لنا الآخرة؟ يجيب الرحمن يقول معناها: وعزتي وجلالي لن أسوي بين من قلت له كن فكان وبين من خلقته بيدي. عاود رجعت للنص راك استناني ساعة. التكريم الإلهي ما هو؟ أنه خلق الإنسان حرا. إذا هذا من هنا ننطلق من التقاء المدني باللاهوتي، التقاء السياسي بالديني على مستوى تكريم الإنسان بالحرية المطلقة. إذا قولوا جيد الحرية المطلقة، إذا لم نفهم هذا لن يأتي. إذا سلمنا بهذا تكون المساواة فيما بعد قضية ثانوية. يعني خلينا ساعة نطرح الإشكال السياسي. أنت عندك كما قال يوسف مضحين، عندك دستور فيه المساواة بين الذكر والأنثى. هل فصل في هذه المسائل؟ لا استنى ساعة، لا أنت دستور اختاره الشعب. إي هل فصل في هذه المسائل؟ استنى ساعة، فصل سياسيا مدنيا. يبقى النقاش الآن كيف لنا أن نتدبر النص القرآني والتراث الإسلامي والتراث الإنسانية. بالنسبة لي مش نص قرآني برك، يعني أتدبر الملة الإبراهيمية اليهودية والمسيحية والإسلام وحتى ربما ديانات أخرى في هذه المحوري مقودي. بوصلتي هو وضع الحرية الإنسانية باعتبارها المنطلق الأصلي، والبقية تأتي. ليلى ستاوي، هل طرح الموضوع هذا اليوم مرحبا بك. نحكيه اليوم على المساواة في الميراث، نحكيه على المهر اللي اليوم فكر هذه اللجنة في أنه تم التخلي على مسألة هذه المهر، واللي في تونس في ممارستنا ولات رمزية، مسألة رمزية معناها فيها واللي رأيكم فيها تكريم للمرأة. شو علاقتها بالدين معناها مسألة المهر؟ حسن المهر يعني واردة في سورة النساء، واردة كمكرمة مش واردة، واردة كما ذمة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ايش معنى هي وردك؟ واردة في القرآن، يعني من طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، ماهيش إهانة للمرأة، بالعكس في تحميل وزر للرجل واللقب العائلي تخفيف على المرأة. أنا جايين وعد حمد أنا جايين ومسألة اللقب العائلي اللي أخطر الابن أو البنت عندها الحق تختار اللقب بوها أو أمها عندما تبلغ سنا معينة، سن ال 18 أو سن العشرين سنة، ومازال ما تمش الفصل في هذه النقطة. شنو رأيك في النقاط هذوما؟ موافقة عليهم ليلى الشتاوي؟ هذه المواضيع هي من بين المواضيع اللي اليوم تخدم عليها اللجنة اللي ترأسها الأستاذة بشرى بن حميدة، وهذا كان معناتها عندنا طلب السيد رئيس الجمهورية في أوت، واللجنة هذه معناتها باش تقدم العمل نتاعها إن شاء الله أواخر فيفري إلى السيد رئيس الجمهورية فيما يخص معناتها تنزيل يعني بعض فصول من الدستور إلى يمكن مشريح قوانين معناتها تكون مفعلة اليوم معناتها. وهذا معقول لأنه معناتها اليوم سيد رئيس الجمهورية يعني هو الضامن للدستور ولتفعيل الدستور. هذه من ناحية اللجنة. الحقيقة أنا نحب نرجع إلى معناتها الستينات والخمسينات وما قبل. نفكروا اللي احنا بورقيبة الله يرحمه قدم عمل كبير، وقدم يعني كان من السابقين يمكن في العالم العربي في معناتها في عدة مواضيع، منه المرأة ومجلة الأحوال الشخصية. وقت اللي نرجعوا لهلا المجلة الأحوال الشخصية، أنا ما نجمش ندخل في يعني في الجزئيات وندخل في الخبرة اللي عندكم، هذه خبرتكم، ولكن اللي نجم نقوله هو انه ثم شكون مهد العمل نتاع معناتها السيد بورقيبة معناتها حبيب بورقيبة الله يرحمه، وهما كانوا معناتها ماشي خامين الزيتونه. سمعتكم تحدثتوا على معناتها الفاضل معناتها الشيخ فاضل بن عاشور، وقبله زاد كيف معناتها الطاهر بن عاشور، وزاد كيف الطاهر حداد. يعني احنا في تونس كنا من السابقين
ويمكن في المسألة هذه يمكن عنا ناخذ يمكن أكثر حرية وأنه نتحدث في مسائل اللي هي يمكن مسائل يمكن في معناتها بلدان أخرى عربية تكون مسائل تابو معناتها ما نجموش نتحدث عليها. واليوم أنا الحقيقة فرحانة ياسر وسعيدة وأنه اليوم كل المواضيع هذه تتطرح في برنامج نتحدث عليها بكل ريحية، وهذا هو المطلوب. بقى توا باش كل واحد يعطي معناتها رأيه بكل وضوح معناتها في المسائل هذية. هذه المسائل نعرف مسألة الميراث. أنت شنو رأيك؟ أنا سؤالي في المنطلق كان أنت شنو رأيك؟ معناها مسألة هذية الحقيقة إذا تقول لي أنا الميراث نقول لك أنا أولادي اليوم ماذا بيا معناتها نكونوا معناتها متساويين، وبنتي ولدي أنا عندي ولدي وبنتي معناتها الزوز اللي عندي توافق أنه لو ولدك يقول لك نحب ناخذ اللقب نتاعك مش لقب بابا، أنت كيفاش تنظر لها؟ أنا نعرف اللي في عمل اللجنة ساعة الموضوع هذي ما تترحش بالكل، وأنه الواحد اليوم معناتها مش باش يقرأ مش لا باش نكونوا واضحين معناتها مثلا وأنه أنا باش نحي لقب الأب ونخلي لقب الأم هذي ما تترحش بالكل، ولكن اللي نعلم به وأنه اللي تترح وأنه ينجم مثلا معناتها البنت ولا الولد يكون يطلب وأنه لقب الأم يتزاد ويضاف، وهذا تكريم للأم، ينجم يكون تكريم للأم ويحب معناتها تكون عنده اللقب نتاع الأم أمه متواجدة مع لقب الأب، وهذه معناتها زيادة اللي هي تفرح ماهيش حاجة. ونعرفوا احنا يعني ما كانت المرأة وما كانت خاصة ما كانت المرأة في المجتمع التونسي يعني وشوف المرأة التونسي. أنا ما فهمت يعني علاش معناها يعني هذه أميرة بن محمد لقبها بن علي لقب أمها وبعد تاخذ راجل تولي حرم طويلي اللي يحب يعني هذه من الحريات هذه من الحريات. ثم شكون يشوفها أبو بكر وأنها حاجة مهمة لي، فما شكون اللي يشوفها ماهيش مهمة يعني هذه من الحريات. ولكن الحقيقة سي أبو بكر اللي نجم نقوله وأنه يمكن نركزوا على يمكن معناتها جزئيات كي من هذه انا ما نشوفهاش اللي هي من اهم المواضيع اللي اليوم هذه تخدم عليها لجنه كامله تخدم عليها في القصر وعلى ما هي جزئيات. سي ابو بكر اللي نعرفه معناتها وليت تحدثت مع الاستاذه معناتها بشرى وصديقتي وزميلتي وانا معناتها تحياتي معناتها الاستاذه بشرى وانه نعم انت عضو في اللجنه لا منشي عضو منشي عضو ولكن تحدثوا مع الاستاذه بشرى فيما يخص شنو اللي قاعد داول في وسط في اللجنه. نعرفوا اللي كثير من المواضيع الاخرى قاعد داول في هذه اللجنه ومواضيع اللي مازلنا ما تحدثناش عليها، وان شاء الله اللجنه تتحدث عليها بعد ما تطرح المواضيع هذه على رئيس الجمهوريه. سي ابو بكر بالله عندي بقيه انا يعني جاك خلنا تونجيك تونجيك عاد سي حسن سي علي سمعتي بشير بن الحسن اللي قال مشروع يهدف الى تقويض اساس الاسره قال شاذون اللي معناها هذا نوع من الشذوذ اللي خدمه الشذوذ هو ما عادش فانا إطار حتى كلمة الشذوذ ولكن هو قال شذوذ قال ما يجيش معناها هما شقيقان والابن ماخذ لقب الأم والبنت ماخذ لقب البو وهذا تشتيت للأسرة وكذا. شنو رأيك في هذا الطرح؟ توافقوا؟ أنا جاي أنا على ذكر اللي تفضلت به الأستاذة ليلى أنا نحيي الأستاذة بشرى من هالمنبر لأنها مشكورة قدمت دعوة لأساتذة الزيتونة من أمسيتك من العبد لله حضرت وشاركنا في حوار مفتوح ولم يكن فيه أي وصاية، ولكن كل أمالنا أنه ما تفضل به أساتذة الزيتونة وأنا كنت أحد المشاركين لم يكن هناك أستاذ زيتوني متخصص في الفقه وأصول الفقه متخصص في تدريس المواريث. أنا نقري عندي 21 عام في الجامعة، عندي كتاب معناها في الميراث شذا الزهرات في قسمة التركات، ما ثماش ناس مختصين في الفقه يومها قالوا بموضوع المساواة في الإرث وهو باش تكلم عليها شوية. أما ما عدا ذلك من القضايا اللي فضلت بها الأستاذة ليلى لم تطرح، موضوع اللقب هذايا موضوع الـ 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 المهر لم يطرح. ولكن أنا نحب نقول أنه راهو مع دعوتنا للحوار قبلوا أساتذة زيتونة أن الحوار يكون موجود، ولكن راهو الحوار عنده سقف ثم قضايا لا يمكن تمريرها. يعني اليوم المهر اللي تكلموا معني عليه البعض، المهر راهو شرط صحة بنصوص القرآن الكريم وآتوهن
صدقاتهن نحلة. دعك يا سيدي من حاجتنا بالفكر الزيتوني التونسي المستنير. اسمع سيدي شي يقول في هذا علامة تونس الأول محمد الطاهر بن عاشور وغير ذلك من يرى بأن النص القرآني غير مقدس وتاريخي ممنوع المس به. لا لا أنا أتكلم على العلماء اللي من حقهم يجددون. خليني معناها انظر العلامة محمد الطاهر بن عاشور شو يقول لك. يقول لك في هالباب هذايا وآتوهن صدقاتهن نحلة. ساعة هذايا أمر من ربي آتوهن بالأمر. اثنين رأي كلمة نحلة هذايا تأكيد على أنه ليس نوعا من أنواع الأعواض، ما هوش تعويض للمرأة أو للمرأة على معناها نظير خدمات تقدم فيها من الزوج، لا، وإنما هو تقريب منها. قال أقرب ما يكون إلى الهدية، نوع من الهدية. قال لأنه المهر لو كان نوع من التعويض كما يظن ونوع من الإهانة للمرأة كما يظن البعض راهو يولي قابل للتجديد، راهو متجدد، معناها ممكن يولي كل شهر لازم يدفع لها مهر، خطر معناها المنافع متجددة، في حين المهر هو تكريم للمرأة. هذا بالنسبة ليها المهر هذا احنا التوانسة يقول لك اكتب صداقي، فتسمي هذا العقد صداق على هذا الاعتبار. وبالتالي وتقول هو شرط صحة، شرط صحة دونه يعتبر زواجا باطلا. قال كل ما كان مباحا ومقوما بمال تصلح تسميته مهرا وهو ملك للمرأة. هذا في التعديل، لأنه قبل كان مطروع لأنه معناها من شروط المهر يقول لك لا يكون معناها تافها، لا يكون تافه، معناها فيه نوع من ربما لو يتم إلغاء نقطة المهر هذا يقولك نتخليه عليه. المهر هو فرض وهو حق للزوجة يجب الإفاء به وشرط صحة في الزواج، هذا العلماء اش قالوا. ولكن متى يصبح الزواج باطل؟ عند اشتراط عدم دفعه. أما لو المرأة تنازلت قالت أنا ما حاجتيش ولا 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 تنازلت على جزء منها، يجي نحكم قال العقل. رب العالمين فإن طبنا لكم عن شيء يا أستاذ فكلوها ليها. يا أستاذ يجي نحكم العقل. أي نعم تفضل. أنا اليوم مشيت باش نكتب صداق وأعطيت دينار مهر، ما الفائدة؟ لا سخرية، هذا سخرية هذا. لا لا ما الفائدة؟ أي نعرف اش معناها سخرية. ما يلزمش يكون هكاكا، اش معناها يلزم يكون هدية حقيقية. فوالا هي هو شوف اش معناها مش قاعد نسخك باش بالك قاعد نسخك مش نسخك. لا لا حشات اش معناها كلمة نحلة؟ نحلة معناها راهو ماهوش عوض، ماهوش راهو نظير خدمات تقدم فيها المرأة. لا هذا كلام العلامة بن عاشور، معناه يقول إذ ليس الصداق عوضا عن منافع المرأة عند التحقيق فإن النكاح عقد بين الرجل والمرأة، معناه قصد منه الأعاصر العظيمة، هالميثاق الغليظ. تو نرجع لك لا أكثر ولا أقل. هذه في مسألة المهر سي حسن، مش ترجع نقطة، ما ترجعيش نقطة أخرى بربي، خليني في حكاية المهر. طيب بعد نرجع الموضوع اللقب العائلي باش نرجع لهم. أنا راجع اللقب العائلي وراجع لي المساواة في الميراث. نعم نعم أنا راجع لهم تو. نعم احنا حبيت ناخذ امثله سي يوسف نعرف. لا ما نلومش عليك، اما بربي حاجه معناها ما كانش الجدوى من المحات هذه الشيقه والناس الكويسين الموجودين راهي ما شنو ملاحظتك شنو طالب انه اما يقولون راو القران وانا موافقهم في الوقت ذاك، القران هو حاجه الوحيد، ولا يقولوا عنا الدستور من توس اكثر من 60 سنه الغيت ايه قران مثلا وثلاثا وربع ايه الذين امنوا فانكحوا ما طاب لكم الغيت. كيفاش نعملوا؟ لم تلغى شنو ألغيت وقع ما عادش الأعراض عنها، يعني تمشي للحبس كان تاخذ زوج نساء اي بقانون بورقيبه. هذا تحب نقول لك حاجه سيوسف سامحني خويا سيوسف كريم من فضلك ما قصدتش عليك من فضلك. انت منذ 60 سنه هذا موجود وتعود به الشعب التونسي وصرنا نقول من تزوج ثانيه بصداق يذهب الى السجن، وهذا مخالف ثم اشياء اخرى مخالف. اما ان نقولوا وانا نوافق سي الغضباني وسي العش نوافق
قولوا راهو ما حاشتناش بالدستور، راهو ثم قرآن كلام الله وتصدع عن الجبال وكذا وكذا. مغالطة وعدم وضوح. خلي جاوب، خلي جاوب، خلي جاوب، خلي نفس المسألة، خلي نفس المسألة. أنا بالنسبة لي أولا تونجيك أستاذي، تونجيك. لا 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 تونجيك 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 تونجيك. ربي مانيش باش نطول، من فضلكم من باب التحريض أني أنا قاعد نقول القرآن ما عنده حتى معنى ولا كذا كذا، لا قاعد نقول القرآن أعظم من اللي قاعد تقولوا فيه، فيه دينامية إنسانية تاريخية. الإنسان في القرآن حل الوقت أنه الإنسان، لفظ الإنسان اللي معبي القرآن معبي، لفظ الإنسان أقوى من لفظ المسلم وأقوى من لفظ المؤمن، أنه الإنسان هو الكل. وإحنا بلغنا في القرن 21 وربما من بعد بلغنا إلى مرحلة الإنسان، الإنسان ليس له صفة، الإنسان هو الإنسان، وكهو اللي حمل تحمل الأمانة في سورة الأحزاب تحمل أنا هو إنسان، والإنسان هذا لا هو بوذي ولا هو فريقي ولا هو زنجي ولا هو وثني ولا حد شيء، وإنما الإنسان. نحن بلغنا الآن مرحلة الإنسان، ولا بد لنا أن نبتعد عن كل ما هو يحول دون أن نبلغ إلى هذه المرحلة العليا، مرحلة الأمانة التي تحدث عنها القرآن، وأنا أجل القرآن أكثر من اللي قاعد يلوم عليه. باي سي حسن. سي يوسف، ثم نقطة أساسية لازم نتفق عليها، أنا ذكرتها في أول حديثي ونحب نقارنها بعمل القضاء، والناس يعرفوا أنه هناك ما يسمى بشرعية الجريمة. شرعية الجريمة إيش معناها؟ يعني أنه لا يمكن أن يأخذ إنسان إلا بنص سابق، ثم كثير من الجرائم موجودة لكن القانون لا يؤاخذ عليها، يلزم المشرع يقننها باش يصبح بالإمكان التجريم القانوني وبالتالي التبعية عليه العقاب. هذه شرعية الجريمة مسألة أساسية في الإسلام، هي في الحقيقة مش شرعية الجريمة، شرعية اللقاء مع ربي. عندنا آية واضحة في سورة، خلي بربي ما تحش برشا أخوي. لا 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 أسمعني، هو قاعد يتكلم على القرآن، أنا الآن نتكلم على حاجة واضحة. هو سأله سؤال واضح. إيه لا لا، هو في آخر الأمر يستبعد القرآن ويستبعد الإسلام. جاوب على سؤاله. هذا هو. أحسن، لا جاوب على سؤاله. جاوب على سؤاله مباشرة. سؤال واضح وصريح. هذا جوابي. خلينا نقول على شرعية الجريمة. إحنا بالنسبة لربي مش حاسبنا على غفلة، مش حاسبنا بنص. إذا كان اعتبر القرآن هذا مجرد كلمات يبقى على جنبه ونمشي لربي بغير إيه قالك أنت قانونية. قبلت بأنه تم منع الزواج بأكثر من مرأة، وإذا كانت أعرس بأكثر من مرأة بصداق تمشي الحبس. أنت قبل لا أنت قبلت بها، علاش ما تقبلش أي تغيير آخر ولا أي تطور آخر؟ أولا أنا لست متعالما على الله، هذه معناها طرف فكري ولا طرف قانوني ولا طرف متاع لجان، ورئيس الجمهورية هكذا ظهر له في 13 أوت يحب يسوي في الإرث ولا يدعو إلى التقنين المسألة هذه. أنا شخصيا لا أتعلم على الله، النص واضح في القرآن. أولا خليني أقول لكم مع وضوح، معناها لا أتعلم على الله ما نعرفش أكثر منه، مش كسي يوسف. أنا ما نعرفش أكثر من ربي ولا أنا ما نعرفش أكثر منه. هذا كلام. أنا لا أتعلم على الله يا يوسف. وأنا أتعلم عليه. أنت مش تتعلم برك أكثر من اللي تتعلم. صلي على النبي. بسالش نعاونوه شوية. تفضل عاونوا عاونوا. خلي نخشوا. خليك تكمل. خليك تكمل على يوسف الصديق. لا لا لا. والله لا يوسف. يا يوسف يا يوسف. أنا أنت صديقي منذ أكثر من 40 سنة. ليش عنا في صديق؟ خليك تكمل. ياسي ياسي. ويزي حمادي في حمادي. أستاذي. حبيت فعل مع هاي مسلسل في حمادي بن جبل. العفو. العفو. الحقيقة مرة أخرى اللح على أنه النقاش أخذا منهج ما نقولش خايب، لا لا، أما غير الذي ينبغي أن ينطلق منه الحوار. ما خلتنيش باش نفصلوا نحن. تمام، معناها مشكلة، معناها توا وقت اللي مثلا مش باهي زملاء، احنا هو معلم وأنا معلم ويوسف معلم، معناها معلمين، مش لازم تقول كما قال أهل الاختصاص. حبيبي أنا راني قريت في جامعة الزيتون 8 سنين ولا 10، انا 50 سنه معايا والناس اخو المنصور 50 سنه، واللي خذا معايا 50 سنه، واللي انا خذا معايا الدكتوراه في جامعه الزيتونه وانا استاذه في جامعه الزيتون، هو الوحيد الزيتوني المشهور اليوم في جامعات اوروبا اللاهوتيه. لا عايش خويا اثنين ولا ثلاثه راهو القران، ناكل خويا حفظته قبل ما ندخل السنه الاولى ابتدائي.
جميل. أي باش تحب نتبرى وحاضر باش. قال مولانا لا أتعلموا على الله. لا لا معنى. قال نتفاهموا. إيش معنى أهل الاختصاص؟ لا خلينا نتفاهموا. تو مثلا مثلا فهمتني تو وليك الفتل ماهوش محمد إقبال قلت هو حديث لا عن محمد نبوي في كتاب روايع إقبال حديث نبوي أنت نعرف مش ما قلتش مش حديث قدسي أما عجبتني فكرة محمد إقبال قال أنا أفضل من الملائكة لا لا ما قالش عجبتني ما قلتش لا لا محمد إقبال قالها لا لا تناقشني في هذا معليش هاي لا لا قالها وأنا أحفظها من روايع محمد إقبال يعيش خويا اثنين الشيخ طاهر بن عاشور الله يرحمه طاهر بن عاشور شوفوا وقت اللي فسر سورة المؤمنين ويوصل لهذا كيفاش يدخل في الزمخشري لأنه قال راه اعتمادا على حديث النبوي أن الإنسان أفضل من الملائكة لأنه حر إذا لم نعي هذا لم نعي من الإسلام شيئا لأنه أمر بالسجود إليه هذا لأنه سند برب نكمل شوية نحب نسمع ثلاثة أنه الحرية التي هي معناها قدر الله في البشر هذا شي يقوله إقبال قدر الله في البشر أننا أحرار هذه لا تستوي ولا يمكن أن تكون ممكنة إذا لم نقر بالمساواة بين الذكر والأنثى أربعة ونوفى لهنا شوف الشيخ الشيخ إقبال بيرم الخامس قلت لي في رسالة الرقيق تو رسالة الرقيق النصوص القرآنية واضحة ما فيهاش منع للرب ما فيهاش لا المسيحية ولا اليهودية ولا الإسلام ولا الكونفوشيوسية مليح يا سيدي نحن تقول أنت بأي حق يجي البي أحمد باي يقول لك راهو هو هذيك رخصة إلهية أعطاها للمسلمين ولما لم يحكموا استعمالها ينبغي على ولي الأمر أن يحذفها فحذفها ويقول بصريح العبارة لأن الأصل في الإنسان الحرية يا حبيبي إذا اتفقنا في هذا يصبح مشكلة المساواة مشكلة ثانوية بربي لحظة برك وبالتالي فإن الحوار الدائرة الآن في هذه المسائل الدائرة الآن وربما إثارة مشاكل الحرية الشخصية ما خلطناش باش نفصلوا توا فإحنا فاش قاعدين نتناقشوا اليوم كل واحد يتكلم بمرجعية معناها أصل الموضوع ما زلنا ما خلطنالوش بلاش سي مبكر لأنه كي نقول له المهر يقول لي القرآن كي نقول لك المهر تقول لي لا مش القرآن لا لا ناخذ مثال خليه يفهموني اللي يتفرجوا فينا يعرفوا الناس الكل يتفرجوا فينا شوف كي نقول المساواة في الميراث هو يقول القرآن أنت ما تقولش القرآن دقيقة وبعد نسلم توا الزميل معناها قال ما يكونش تافه المهر هكا ولا شوف الرسول شوف البخاري يا حبيبي جاء قال له ما عنديش بس قال له ملكتكما بما معكما من القرآن سورة البقرة تو هذا مش تافه بالعكس هو كان نقول لكن ماهوش هدية انا كنقول ما يلزمش يكون تافه معناها إكرام للمرأة لا لا حاجة أخرى قال حتى خاتم شو اسمه من حديد حديد نعرفها تو هذا خاتم حديد مش تافه لا لا هذه حالة الاضطرار لا يا أستاذ هذه حالة الاضطرار المسألة رمزية حالة الاضطرار لا لا ما نجوش حالة الاضطرار ينجم حتى ما ثماش بالكل في حالة الاضطرار لا بلاي بس ابو بكر باش تكمل الفكره تاعك كمل فكرتك حسن وبعدها نرجعوا للنقاش اولا قلت هذه مثل طرف فكري وطرف نتاع مجالس اثاروا رئيس الجمهوريه وشدوه جماعه اللجنه لا مش لا لا شأن عام هذا ما فهمتنيش نقصد هذا بالله تو احنا هذه يعني نريد ان نسوي بين الرجل والمراه ونرفع مكانه المراه نحذف المهر يعني هذا فيه رفعه للمراه وبالنسبة للقب وعلاش المرأة ما تعطيش مهر للرجل هذيك يقول لك تتفضل شنو تتفضل اما مش نعملوا حاجه بحاجه هذيك حاجه موجوده تبقى تحب تعمل اضافات ان مبعوثه ليتمم مكارم الاخلاق ما كانش كل ما قالش الرسول كل المكارم من عندي كل الافكار والفلسفات بدليل يقول الحكمه ضاله المؤمن ان وجدها التقطها وهو اولى بها لذلك هذه مساله اللقب سامحني اي تفضل 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 سي حسن الغضبي خلينا نختم معاهم بعد باش نرجع لكم اللي عنده ملاحظه اللي عنده ملاحظه قايده خلينا نمشي مع تونس الناجحه ومن بعد نرجع معاهم ليش ضروري توان انا محامي معناها نعرف المشاكل نتاع اللقب احنا في لقب واحد وصلنا نسلموا معناها ثم واضح موقف القران لو ما قالش اقسط عند الله ما يسالش نزيدوا لقب اخر اما ربي قال ادعوهم لابائهم هل يمكن نكمل ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم
شنو المصلحه انه نزيدوا لقب الام؟ هذا مستعد لتغيير نمط المجتمع. انت مستعد تفكر خارج القران؟ انا مستعد انه نفكر كان في رضا ربي. اسمع فكر، هو ما نجمش انا وقت اللي نشد في القران نفكر في الوجود كله، نفكر في السماوات والارض، نفكر في الزمن كله، نفكر في الدنيا والاخره. كي نفكر بالقران ما عنديش دنيا واخره، ما عنديش امس واليوم وغدا. خلينا نعطي كلمه ليل الشتاوي. لا هذا ماهوش فاهمينه الناس. وبليل حم يقول كلمه لسي يوسف. تفضل. قال لي ربي وقت اللي ختم النبوه. سي جواني جاوبك سي يوسف راه يقول كلمه. ربي وقت اللي ختم النبوه معناها يلزم يكون المرجع الاخير هو محمد عليه الصلاه والسلام. وقال اللي يحب يربح عنده هو، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومحمد كي جاء وضح وضح في في سورة النحل، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. جاوبك يوسف ولا على سؤال؟ يتفكرون يوسف جاوبك على سؤال ولا ختم النبوة يعني أنه لأنه المصدر الأخير سيحسن. اسمح لي سيحسن. القرآن ومحمد. اسمح لي سيحسن جاوبك يوسف جاوبك على سؤال ولا ربي يبعث أنبياء السابقين وبعث اللاحقين. نعطيك مثال واحد. وحرية الإنسان تحققت. مثال واحد. لحظة سيحسن لحظة. نعطيك مثال. لحظة سيحسن. مثال واحد ينسحب على كل الأمثلة القادمة وما عادش في الكلام. أي. قضية الشاهد والشاهدتين. أنا الناس الكل يعتقدوا أن الشاهدتين أضعف، ليش؟ لأنه جاءوا الكلمة إن ظلت ظلت واختاروا كلمة من عندهم. الكلمة ظل يظل عندها معنيين. شكون الفقهاء من عندهم؟ نعم ها باش نقول لك، الفقهاء كل خذاوا ظلوا أي ضعف عقلها. هبلت شوية تمخوجت تعصبنت تذكر أحداهما هي ظلت. سمحني كمل يا أخي سمحني كمل. قل في الآية نصلح لك فيها. هي ظل عندها معنيين في العربية لحد الآن. أي ظل كما يعرفوها الفقهاء الكل، أو ظلت يعني لم أعد أجدها. راحت عندي قطة ظلت. هالقطة اللي ظلت أنا شخصيا لقيت تفسير على عليه شهيدتين. على خاطر ظلت جاء رجلها أخذها من مكة العمان ما عادش لقيتها، ولذا عندي حظ أن نلقى الأخرى ما زالت موجودة في مكة وما زال أما ما أخذها حد ولا قعدت في البلاد. ولذا يلزم ننظر أنثروبولوجيا لحالة الزواج والطلاق والكل في الوقت ذاك. هذا ما لم نعمله. بالنسبة للإرث وانا دخلنا في الارث، انا جاي الارث، انا جاي خلي يوسف بعد شويه رجع الارث بيح. بعد شويه رجع للارث. جاوبك على سؤالك حسين الغضباني ولا ما جاوبنيش؟ لا لا انت ساعه جاوبت ولا ما جاوبتوش؟ يوسف جاوبك حسين الغضباني. قلت له اللي ختم النبوه يعني انه المرجع الاخير هو القران ومحمد عليه الصلاه والسلام. كلمه برك سمعنا سمعنا وقت سمعنا الكلام تقول فيه كله على المصحف. جاوبتني ليه وقت اللي ربي ختم النبوه؟ اخي ربي مش عادل يبعث لكم نبي ما يبعث لناش احنا. سي حسن شكرا. سالي كلمه برك ما عادش عندي وقت. وفي انا تاكيد لكلام سي حمادي وكلامه كل عسل اللي قالوا بارك الله فيك. ناكد على كلامه انه الحريه راي مبدا اصيل في هذا الدين، والحريه اعتبرها ابن عاشور محمد طاهر بن عاشور اعتبرها كليه من كليات الدين. ما خلاش كان الكليات الخمس المعروفه اللي هي حفظ حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال، زادها الحريه باعتبارها اصل من وصول الدين. الحريه لكن إبليس. لكن انا نحب فقط حاجه بسرعه سي سعيد. اليوم هل الحريه هذه تخلينا نطرح قضايا؟ هل اليوم الاسره التونسيه محتاجه اليوم الحديث عن اللقب اللي ربي قال كما قلنا لكم معناها واكدها سي حسن قبل شوي معناها ربي اعتبرها معناها مساله نهائيه. ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، فان لم تعلموا ابائهم وقت ما تعرفوكم فاخوانكم في الدين. انه انا تو نجي معناها نحط معناها لقب الزوجه هذا الام راهي حملته 9 شهور راهي مش محتاجه لتاكيد، انما اللي ينبغي تثبيته هو الاب. ولهذا راهو ما فيهاش نوع من تكريم المراه ان يضاف الاسم وما فيهاش اشكال، ولكنه هذا نص قراني. شكرا. ادعوهم لابائهم. شكرا شكرا شكرا. ترجع بعد سعلي. لا ترجع لا لا سعلي. هذا قالها سي يوسف موضوع تعدد الزوجات، حبيت نقول له ترجع بعد المجتمع التونسي ايام قرر معناها الرئيس الاسبق معناها الحبيب بورقيبه
كان المجتمع التونسي سي يوسف كان الدولة هذه. لا سامحني سالي سالي يا سالي يا سالي لا اسمح لي لا بس انت بس انت بس انت يا سالي في المياه سالي من التوانسه المعددي سالي اي تخيل سالي اقل من واحد سالي نجم تسمعني اي تفضل بارك الله فيك. نرجع بعد شوي قعدوا معايا انا ارجع بعد شوي للستوي اسمح لي تعصف عليك ترجع لك بعد قليل. شكرا جزيلا. نمشي مع تونس الناجحه وقصه اخرى من قصص النجاح في بلادنا اللي كل مره في وسط النقاش هذايا نمشي ونشوفوا بلادنا اللي قاعده تخدم والناس اللي قاعده تنتج والناس اللي قاعده تتميز والناس اللي قاعده تخرج تخدم في اليد العام للناس اللي تجيب في الثروه التونسيه. هذه واحده اخرى من جهه من جهاتنا الداخليه ماشيين الباجة. Vous êtes médecin, avocat ou homme d'affaires. Vous générez des revenus annuels et vous voulez les investir. Mais vous payez déjà beaucoup d'impôts. Vous avez pensé à l'épargne en banque ou placer votre argent en bourse ou encore acheter un bien immobilier et pourquoi pas le mettre dans un coffre. Mais tout ça ne vous épargne pas l'impôt. Maxula Gestion vous offre la solution pour optimiser votre gain d'impôt. Souscrire au fonds FCPR Maxula Jasmin et bénéficier de 100% d'abattement fiscal, des plus-values et des dividendes nets d'impôts. Grâce à votre placement, FCPR Maxula Jasmin s'investira dans des projets permettant de promouvoir l'entrepreneuriat, soutenir la croissance des PME et participer à l'effort national de développement. Alors, faites-y part. FCPR Maxula Jasmin, le placement qui profite à tous. باش نمشي وقلت الباجة وباش نشوفوا واحدة من الشركات اللي تخدم وتنتج وتبدع اللي تصنع في الليباتان الباتانات متاع الكرهب وتصدر فيهم للخارج. تعرفوا عليها وبعد نحكيه مع ضيفتنا بعد قليل في من تونس. هذه قصة أخرى من تونس، قصة نجاح وتألق. بلادنا النجاح والتميز فيها ممكنين بالخدمة الجد والإصرار والحرص على الكاليتي. قصة نجاح اليوم تجينا من بيجا. بيجا اللي هي منطقة تنمية جهوية، شركة تخدم في 58 عامل. 9 سنين التالية ياسين شتوين قرر باش يحل بروماكس. ياسين خدم كمهندس باحث في باريس وقرر مدة 5 سنين في التعليم العالي، لكن طموحاته كانت أكبر برشا من هكا. حسيت روحي جابورت البلوس كان نحل المشروع متاعي، ومباشرة كانت الفكرة أني نبعث شركة بروماكس. منتوج اللي نخدمه فيه هذايا منتوج تقني جدا، يعني يركب في السيارة ويمس في من سلامة المسافرين. نوفمبر 2009 ياسين أنجز مشروع بروماكس لصناعة البلاكيت دو فران للشاحنات، السيارات والحافلات. المشروع هذايا وقع تمويله بفضل الميكانيزم الموجودين هناك، انتراتر لو نوفو بروموتور لو فو برودي. وقع تمويل المشروع من طرف لا تي دي سيكار والسودينو. اليد العاملة تتميز بالتنوع، وهذا يظهر من خلال تعامل الشركة مع جمعية السم والبكم ببيجا ويشغلوا في كفاءات من عندهم. المعمل يتضمن يد عاملة تونسية، 40% منهم ذكور و 60% إناث. من جملة الحاجات اللي نخدم بها في المعمل متاعنا هي كنترول كاليتي، وهي تعتبر أهم حاجة في المعمل هذايا. عندنا مثلا الماشينه هذه تعتبر كرهبه، هي تستو فيها الديوري دو في دو باتان. عندنا مجموعه من ماكينات اخرين هي بيدها تقوم بنفس الحاجات اللي هي كنترول كاليتي، كيما البريس هذه تعملنا كنترول نتاع اي قالب قبل ما يطلع البريس. عندنا دوزاج زاد يعملنا دوزاج نتاع الماتريو قبل ما نخدمه به. كذلك مالكسور هي اللي تخلط لنا الماتريو اللي هي بتعتبر مواد اوليه، وكل ما تجينا مواد اوليه ديما نقوموا بالتحاليل نتاعها هوني قبل ما تطلع تخدم على البريسيت. 2014 الانتاجيه تكبر وتتعامل بروماكس مع الدول المجاوره كيف ما ليبيا والجزائر والمغرب. وبود ان سيرتان تان كسبنا ثقه في رواحنا في الصناعه هذه. الحرفاء نتاعنا عطاونا ثقه وجربوا المنتوج وكانت الجوده نتاعو جيده جدا، وبذلك قعد عدد الحرفاء نتاعنا يتزايد. في مرحله مواليه خممنا ان نكبروا في طاقه المشروع، وكانت المرحله هذه استحقينا فيها تمويل. وقع تمويل المرحله هذه من طرف دي بارتنير نتاعنا اللي هما سيكار انفيست ولا لا تي دي سيكار. 2016 بروماكس تجتاح السوق العالميه وتبيع لدول الخليج كيفما السعوديه والامارات والاردن وقطر، افريقيا كيفما الكوت ديفوار السنغال ومصر. احنا الان في طور امضاء عقد يخص 80,000 سيارة مع مصنع سيارات عالمي منتصب في الجزائر. خلينا اون في ابيل دو نوفو للي بايور دو فون تاعنا لا تي دي سيكار وماكسولا جيستيون.
بروماكس مازالت تكبر وتتقدم من خلال وضع خطة عمل وأهداف استراتيجية: مضاعفة طاقة إنتاج المصنع، تحويل الماكينات من مانويل أوتوماتيك، تصنيع المواد الأولية، الترفيع من طاقة الخزن للمواد الأولية وللمنتجات، والأهم الحصول على علامات الجودة العالمية إيزو 16949 إيزو 14000. الخطة الاستراتيجية هذه تحول بروماكس من اجتياح السوق الأوروبية وبقوة. ياسين مثال التونسي غامر ونجح وما استناش مزية من حتى حد، خدم على روحه وحلم. أي واحد تراودوا فكرة متاع مشروع يدرسها بطريقة جيدة، يشوف لي كوتي بوزيتيف والنقائص متاع المشروع متاعه ويحاول يحسن فيهم حتى لين يخلط المرحلة النضج بالنسبة للمشروع ويتصل بشركات التمويل اللي هي موجودة واللي هي قاعدة تستنى في الفرص متاع مشاريع ناجحة باش تمولها. هذه قصة نجاح من بيجا، الجمعة الجاية نجاح آخر ومن جهة أخرى. هذه واحدة من قصص النجاح، ومشينا البيجا ومشينا مشيو المناطق الداخلية أخرى اللي فما استثمارات تصير فيها، فما ناس قاعدة تخدم، فما ناس قاعدة تجتهد، فمش كان العرك والصورة الخايبة وجلد الذات والكلام الخايب ديما راهو احنا معنا شيء وعملنا شيء وفما حاجة باهية تصير في تونس. صراحة بحذايا بنجلة بن جميع نعمان متصرفة في صناديق الاستثمار، مرحبا. عسلامة. عسلامة سي أبو بكر. شوية فلوس معاك، شوية استثمارات معاك، شوية مربيح في الاستثمار معاك. اللي يستثمر في الصناديق هذيا راهو فلوس تمشي للمناطق الداخلية وتمشي المؤسسات في المناطق الداخلية، وهي مسألة ينظمها القانون وهي قانونية. أما جمع الفات بعد الحلقة تاع جمع الفات جاونا برشا تساؤلات من أصحاب شركات خاصة ومن موظفين، كيفاش نجم الشركة تستثمر في FCPR وتنفع في نفس الوقت لسالري الموظفين متاعها؟ نجم تجاوبني؟ أي بالإجابة على ساعة نرحبوا بالضيوف الكرام. مرحبا بك سي أبو بكر وبالسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة مرة أخرى. دونك الإجابة على السؤال باش ناخذوا مثال نبسطوا به للسادة المشاهدين كيفاش تصير العملية بالضبط. ناخذوا شركة حقت مليون دينار مربيح، كانت باش تخلص 250 ألف دينار ضرائب. شركة هذه كانت توظف 500 ألف دينار في الصندوق FCPR باش تعمل أن غان دامبو ب 125 ألف دينار. هيك ال 125 ألف دينار كانت تستثمرهم في FCPR باسم الموظفين متاحة تنجم توصل تربحهم حتى 43 ألف دينار، واللي هو باش يتمثل في زيادة في شهريهم وبيان سور في العام اللي عملت فيه الاستثمار. هكاك تكون شركة ربحت الافونتاج فيسكال وربحت الزيادة في الشهري من غير ما تكون ثقلت على روحها اون شارج. والعملية هذي سي أبو بكر سامحني، العملية هذي تنجم تصير تتعاود كل عام، وهكذا سا بيرمي دو فيديليزي البيرسونيل نتاعها. باهي، انت نجلة حكيت على الاف سي بي ار اللي فيهم امتيازات جبائيه، هل انه فما قلنا احنا كان هو على الساحه الماليه في تونس، واذا كان فما شنو اللي يميز الاف سي بي ار عليهم؟ لا ما فماش كان هو، نجم نذكر لك اهم لي برودوي فينانسي الموجودين على الساحه الماليه في تونس واللي جات بهم قوانين الامتيازات الجبائيه، هما ابوبري اربعه. اللي عندك لاسيورونس في، الكونت ايبارني دانفيستيسمون، الكونت ايبارني اون اكسيون، والاف سي بي ار. باهي، كان تحب نفسروهم بالواحد بالواحد. باهي، نبداو بلاسيورونس في. كل شخص طبيعي خاضع لضريبه في تونس عنده الحق باش يعمل عقد نتاع اسيورونس في بالمبلغ اللي يحب عليه، بينما المونتون ديدكتيبل على الغوفنو امبوزابل نتاعو ما يفوتش 10000 دينار، والمبلغ هذا ما ينجمش يسحبه لمده 8 سنوات حسب ما جاء به قانون الماليه لسنه 2018، كان 10 سنين ولا 8 سنين. باهي، صندوق ولا الامكانيه الثانيه. البرودوي الثاني اللي هو كونت ديبارني دانفيستيسمون، حساب ادخار الاستثمار، هذا يستعملوا بعث المشروع، يفتح حساب في البنكة والا في البوستة باش يستثمر الاموال في مشروع خاص. هكاك يستنفع بالامتيازات الجبائيه في حدود 50 ألف دينار على دخله. باهي، كونت ايبارني اون اكسيون. نتعداو الكونت ايبارني اون اكسيون اللي هو ان برودوي عنده ديجا 10 سنين وحقق نجاح كبير على الساحه الماليه في تونس، واليوم عندنا قرابه 400 مليون دينار انفستي في السي او واكثر من 13 ألف حساب مفتوح. اي شخص كيف خاضع للضريبه ينجم يستثمر المبلغ اللي يحب عليه في الكونت ايبارني اون اكسيون، بينما المونتون ديدكتيبل من الغوفنو امبوزابل ما يفوتش 50 ألف دينار،
وهوني راهو باش يخلص ان مينيموم ليغال دامبو اللي هو يتمثل في 45% من لامبو دو بي فما نسميو لي فون كومان دو بلاسمون ريسك اللي هو الاف سي بي ار اللي هو مش ريسك حدا طرف مي يتسمى ريسك اي هو صندوق استثمار للتنميه كيما عرفنا به في الحصص الفارته واللي هو مقارنه باللي برودوي اللي ديجا ذكرناهم توا يتمثل بخاصيتين الخاصيه الاولى المستثمر ينجم يحط البرودوي سامحني المبلغ اللي يحب عليه ما فماش مونطون بلافوني والخاصيه الثانيه المبلغ اللي باش يستثمره ينقص له من الغوفني امبوزابل وهذا من غير ما يخلص ان مينيموم ليغال دامبو معناها اون ديدكسيون توتال دو مونطون انفيستي بي والامتي سامحني سي بو بكر الامتياز الكبير نتاع الفون الاف سي بي ار اللي هو ديستيني للبيرسون فيزيك كيما للبيرسون مورال معناتها شخص او شركه يعطيك الصحه معناتها مفتوح للعموم حتى مؤسسه عموميه زاد مفتوح للعموم الكل شعب تونسي كل نحبوا ناخذوا مثال حي خلينا نزيدوا نفهموا ونفهموا اللي تبعوا فينا ناخذوا مثال نتاع شخص عنده دخل 200,000 دينار 200 مليون في العام يحب يستثمر منهم 100,000 دينار إذا اختار يستثمر يعني يحط 100,000 دينار في اف سي بي ار باش نبداو بالكاب باش نبداو بالبرودوي الاولاني نتاع لاسيورونس في كان يستثمر ال 100,000 دينار هذوكم في كونترام يعمل عقد نتاع اسيورونس في ما ينجم يطرح من الدخل كان 10,000 دينار ويولي يخلص الضرايب نتاعو على ال 190,000 دينار المتبقيين كان يستثمر المبلغ هذايا في الكونت ايبارني اون اكسيون ما ينجم يطرح من الدخل اللي يدفع عليه ضرايب كان على 150,000 دينار المتبقيين باسكو قلنا اللي هو ينجم ينحي 50,000 دينار. اوكي. نفس العملية بالنسبة للكونت ايبارني دانفيستيسمون اللي هو بلافوني 50,000 دينار كيما السي او. نتعداو توا للاف سي بي ار كان يستثمر 100,000 دينار باش يطرحهم الكل من الباز امبوزابل وهوني ما يخلصش الحد الأدنى للضريبة دونك اون ديدكسيون دو 100%. كان نفس المستثمر يحب يوظف لا توتاليتي دو سون روفنو هوني ما يخلص حتى شيء معناها صفر امبو. باهي ماش كان مازال عندك ملاحظه هوني؟ اي بربي عندي هوني ملاحظه راهو الشخص ينجم ديجا هو عنده ان كونت ايبارني اون اكسيون وعامل ان كونترا داسيورونس في راهو ينجم زاد يحط فلوسه في الاف سي بي ار معناتها في نفس الوقت بيان سور كان الروفنو نتاعو يسمح وهنايا ينجم معناتها يلوبتيميز لو كان دامبو نتاعو ويديفيرسيفي لي بلاسمون نتاعو. باهي دونك واضحه التصويره تو اي بور ان فينير ان شاء الله. دونك كل شخص معناتها بيرسون فيزيك ولا بيرسون مورال يحب يعرف اكثر على الاف سي بي ار ويحب ياخذ اكثر معلومات ينجم يتصل بنا ماكسولا على الارقام التاليه 27 15 15 15 27 28 28 28. شكرا جزيلا بارك الله فيك مدام نجلة بن جميع نعمان متصرفة في صناديق الاستثمار شكرا قابلوا الجمعة الجاية مع قصة نجاح أخرى في من تونس. Vous êtes médecin, avocat ou homme d'affaires. Vous générez des revenus annuels et vous voulez les investir. Mais vous payez déjà beaucoup d'impôts. Vous avez pensé à l'épargne en banque ou placer votre argent en bourse ou encore acheter un bien immobilier et pourquoi pas les mettre dans un coffre. Mais tout ça ne vous épargne pas l'impôt. Maxula Gestion vous offre la solution pour optimiser votre gain d'impôt. Souscrire au fonds FCPR Maxula Jasmin et bénéficier de 100% d'abattement fiscal, des plus-values et des dividendes nets d'impôts. Grâce à votre placement, FCPR Maxula Jasmin s'investira dans des projets permettant de promouvoir l'entrepreneuriat, soutenir la croissance des PME et participer à l'effort national de développement. Alors, faites-y part. FCPR Maxula Jasmin, le placement qui profite à tous. هذه تونس الناجحة قلت إن شاء الله الجمعة الجاية نمشيو مع قصة أخرى من قصص النجاح في تونس فاصل قصير ونرجع مع المساواة في الميراث.